الخفاني يمك لك يا رب حتى موتك جاب ولا شيء ما يحط على فهد يقفل قام يحسن لي فهد هذا على اسم ابني هو نفس العمر اثنيناتهم بيناتهم اربع ايام هذا اكبر من فهد ابني اربع ايام اي هسه هذا عمره سنتين وسبعة اشهر ملاك ها يقولك حيوان يربي والله يا بالبشر يقدر روحك هذا على كل يوم الرصد لا ايدك لا ايدك لك لا تهل شوف شوف نور صبري شو شو نور صبري بس شوف جبناها بوقت السقوط ويا الامريكان ف كانن تسعه بوقتهن امهات وابوهن والباقيات الشباب الصغار بالقصور الراسيه لموهن من القصور فخلوهم بالقصر بالخضراء فجوا علينا قالوا يا بعدنا سود تبدون تداروهن هناك وهاي فقمنا نروح يوميا ننظف مكانهن وننطين اكل وهاي اربعه اشهر وبعدين كل الموالات عليه صدام حسين باللحم بالعلاج مالتهن اي شيء يصير بهن يعني اركض ما خليهن عندنا دكتور عندنا شلون ما عندنا دعم وعندنا اطباء بيطريين اشراف عليه افريقيات ملكيات جبليات تصير فصيله نادره اي تعرف انت يعني عدي صدام حسين ما يجيب شيء اي طبعا لازم فشي مميز هذا المكان اللي هسه بيه عندنا هسه موجودات بيه اكبر من ذاك المكان اوسع يعني كحديقه كقفص شتويه اوسع من ذاك المكان هذا الفحل هو هذا من يسوي العمليه يوقع الشعر مالته عمليه مال اخصاء اي توقع الشعر مالته بعد ما يصير عنده شعر هنا قبل كان عنده شعر بس من صار سوى الامريكان العمليه وقع الشعر مالته لا تجون هناك نوديها الكيف ومو بالفي هذاك الفي كل لا كل زين